السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم باش نواصلوا الحديث حول تاريخ المعتقدات وتاريخ الإنسان، ويمكن تكون الحلقة هذه هي آخر حلقة في 2016، ونرجعوا من بعد في 2017 ونبداو نحكيو حول تسلسل ظهور الأديان. لهذا تعتبر هذه الحلقة جدا مهمة، لأنها النقطة الفاصلة بين ما يسمى الغنوصية والمعتقدات الفيدية. للعلم إن المعتقدات الفيدية لم تصلنا أصلا، لأنها تحولت إلى كتابة وإلى دين، وذلك منذ تقريبا 4000 أو 5000 سنة من اليوم. إذن الديانة الفيدية اللي عندنا اليوم، واللي هي ديانة قائمة بذاتها اللي يطلق عليها الديانة الفيدية، هي تحول للمعتقدات الفيدية القديمة إلى دين. ومع الأسف كثير جدا وخاصة في العالم الإسلامي مفرقوش من بين الهندوسية والديانة الفيدية. علاش؟ على خاطر عندهم نفس الكتاب المقدس، ولكن كل واحد منهم عنده نظرة خاصة لهذا الكتاب، وعنده فلسفة خاصة، وعنده طريقة عمل أو ما يسمى بتفسيرات مختلفة. إذن باش نكونوا واضحين وباش تتبعوا معايا بشوية بشوية كيفاش تم هذا التحول اللي وقع منذ كما قلت لكم 5000 أو 6000 سنة من تاريخ اليوم. المسألة اللي لازمنا نعرفوها هو إن وقت نحكيه على المعتقدات الفيدية، نحن رانا نتكلموا على الديانة الفيدية. هذه مسألة واضحة، وإن اليوم مش أنا اللي نقول، وإنما كل الباحثين والدارسين في علم الأديان والمعتقدات والفلسفة الدينية أو ما يسمى بالفلسفة الروحية يقولون لا يمكن فهم الأديان والمعتقدات والفلسفات الروحية إلا بدراسة الديانة الفيدية مع الكتب متاعها المقدسة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدين جديد أو أي فلسفة روحية بدون الاطلاع على الديانة الفيدية، وهذا متفق عليه الجميع، لأن تعتبر الديانة الفيدية هي أقدم نص تاريخي مكتوب عند الإنسان. والهندوسية لا تعتبر إلا حفيدة الديانة الفيدية أو ابنتها. إذن أول ديانة ظهرت في العالم هي الديانة الفيدية، ومنها جاءوا كل الديانات والفلسفات الدينية والفلسفات الروحية وكل ما هو مرتبط بهم. ولكن هذه الديانة الفيدية بحد ذاتها من فين جات؟ جات من المعتقدات الفيدية اللي ما نعرفوش التاريخ متاعهم. فما اللي حددها تقريبا من بين 8000 و 15000 سنة، فما اللي يقول لك أقدم من ذلك. هذه معناتها مسألة مهمة. والمعتقدات الفيدية هي نجم نقولوا الأخت التوأم للغنوصية. يعني الغنوصية اللي عندنا موجودة الآن كانت أخت المعتقدات الفيدية. طبعا هذا شوية صعب باش نفهموه، أما حاولوا باش تركزوا شوية باش تعرفوا. عندنا ما يسمى بالغنوصية الأم. الغنوصية الأم هذه أنجبت
اثنين توأم، واحد نطلقوا عليه ما يسمى بالمعتقدات الفيدية، واحد نطلقوا عليه ما يسمى بالغنوصية البنت. ثم الغنوصية البنت تواصلت إلى يومنا هذا كفكر سري يتناقل شفاهي، رفضت كليا الكتابة وتعتبر معناتها هي اللا شعور الإنساني أو الذاكرة الإنسانية، فهي تنتقل من جيل إلى جيل ومن مرحلة إلى مرحلة وتقاد على الإخلاص متاعها لفكر الغنوصية الأم اللي هو يرفض رفض كامل الكتابة، لأن يعتبر الكتابة تقيد المعرفة. احنا نعرف أن الغنوصية هي المعرفة، بينما المعتقدات الفيدية كانت لا تكتب، ولكن في فترة من الفترات وتو نفهموها في الفيديوهات القادمة، المشرفين على ما يسمى بالمعتقدات الفيدية اللي باش يظهروا اللي هما البراهما، هما باش يقروا كتابة ما يسمى المعتقدات الفيدية، وهكذا أصبحت المعتقدات الفيدية دين، ومن هذا الدين ظهرت كل الأديان والفلسفات الدينية أو الروحية، حيث إن الديانة الفيدية الأولى أصبحت تؤمن بأن المعرفة يمكن أن تنتقل بالكتابة. ولكن هذه مسألة جدا مهمة، خاطر لو ترجع للكتب الفيدية الأولى بكل أنواعها بالملحق متاعها بالكل، هي مكتوبة بطريقة معينة إنها تخفي كثير من الأسرار، يعني صحيح هي كتابة ولكن ليس واضحة لعامة الناس. لهذا من يدرس الكتابات الفيدية القديمة يكتشف إنها غزيرة جدا بالأسرار الباطنية. يعني الفرق من بين الغنوصية والديانة الفيدية إن الغنوصية قالت لك لا، ما نكتبوش لا بأسرار لا برموز لا بحد شيء، نواصل نقل المعرفة شفاهيا فقط. بينما ما يسمى بالديانة الفيدية الأولى قالت لك لا، نجم نكتبوا اللي هما قاموا بها البراهما ما يسمى الكهان متاع المعتقدات الفيدية الأولى، قال لك كيفاش نجموا معناتها نقلوا المعرفة أكثر شيء ممكن، لازمنا نكتبوها، صحيح نكتبوها ولكن نخليوها نوعا ما غامضة باش الشخص اللي يقراها يفهمها كل واحد على حسب المعرفة متاعو وعلى حسب نجموا نقولوا القدرة متاعو على معرفة باطن هذا الفكر. هذه معناتها مسألة جدا مهمة. إذا احنا هوني ما عادش باش نكلموا على الغنوصية، خليها الغنوصية تو نعاودوا نرجعوا لها في فترة أخرى، على خاطر تعتبر الغنوصية البنت اللي هي جاية من الأم تعتبر إلى يومنا هذا تتناقل شفاهيا وهي في تطور مستمر، وهي النجم نقولوا باطن كل الأديان بل باطن كل الإيديولوجيات حتى الغير دينية، وهي باطن كل المعارف الإنسانية حتى المعارف العلمية كما الرياضيات وكما الفيزياء وكما علم النجوم وغيرها من الأمور، فهي جدا عميقة كما قلت لكم، هي مخزون التاريخ الإنساني. هذه معناتها فكرة لازمكم تفهموها مليح باش تنجموا تتبعوا مجرى الأحداث. إذا انساو شوية توا الغنوصية ونحاولوا باش نفهموا ما يسمى بالغنوصية الكتابية التي هي كتابة برموز وتدل على باطن عميق، اللي بدات بما يسمى بكتب الفيدا والملحقات متاعهم. هذه مسألة جدا مهمة.
إذن احنا هوني توا باش معناتها انا عملت لكم هذه الفيديو بالصوت والصورة كمقدمة، لكن باش نكملوا الفيديو بالصوت وبالصور لكي نفسروا العملية كيفاش تمت بالضبط على حسب الدراسات اللي موجودة، باش تفهموا وتعرفوا من فين جاءت هذه الأديان ومن فين جاءت هذه المعرفة الغزيرة الإنسانية وكيفاش تتطورت. به ما نجموش نعرفوا بالتفاصيل، لأن المرحلة اللي قبل ما يسمى الديانات المكتوبة هي مرحلة شفاهية. إذن فما بحوث تمت في هذا المجال، ومن خلال ما كتب نحاولوا باش نفهموا كيما بالضبط مسألة قصة الإنسان. يعني في فترة من الفترات نعرفوا التسلسل، ولكن تبقى ديما فترة غامضة ما نعرفوهاش، لأن العلم مازال متوصلش. وهذه مش نقطة ضعف، بل هي بالعكس إخلاص في نقل المعلومة دون الاعتماد على الخيال وعلى الفكر الذي لا يعتمد على أدلة منطقية وعلمية ثابتة. هذه مسألة المهمة جدا اللي لازمكم تنتبهوا لها. إذا أنا الفيديو هذه كما قلت لكم هي يمكن تكون آخر فيديو هذا العام، على خاطر الجمعة الجاي معناتها واحد يتلهى شوية بروحه ويتفرهد شوية ويرتاح شوية ويرتاح من الحديث في المعتقدات، لأن كما قلت لكم وكما نعاود نقول لكم الأهم هو أنكم تعيشوا الحياة هذه. أنا نعمل صحيح في الفيديوهات هذه باش تاخذوا فكرة، واللي يحب يتعمق ينجم يتعمق طبعا فما حتى مشكل، ولكن أنا ننصح كل إنسان أنه يهتم بالعلم وبالمعرفة وبالبحوث العلمية، وأنه يبعد على هذا المجال، لأن هذا المجال جدا باطني وغير ثابت وصعب جدا التوغل فيه. إذن الآن نواصل الحديث ولكن بالصوت فقط وبالصور الذي توضح كيف ظهرت الفيدية أو ما يسمى بالديانة الفيدية ومقارنتها بالتطور الإنساني. إذن باش نفهموا الأمور بالكدا لازم ناخذوا نقطة في التاريخ الإنساني ننطلقوا منها، من بعد نتكلموا على اللي قبلها، من بعد نتكلموا على اللي بعدها. النقطة هذه اللي باش ناخذوها هي اللي ثابتة علميا، هو ما يسمى الأومو سابيان أو ما يسمى بالعربية الإنسان العاقل. هذا الإنسان الذي ثابت وجوده علميا والذي ظهر منذ 150 ألف إلى 200 ألف سنة في إفريقيا، والذي طور لغة متطورة، والذي غزا العالم واستولى على كل الكرة الأرضية وعمرها وقضى أو دمج كل ما هو قبله، هو اللي ننطلق منه على أساس أنه هو أول إنسان بدأ بالفكر الغنوصي مع ظهور الكلام. ولهذا الغنوصية تعتمد على الكلام، على الشفاهي. هذه نقطة ياسر مهمة باش نفهموها. عندما نقولوا الغنوصية نقولوا يساوي الإنسان العاقل يساوي الكلام. تقول الغنوصية الشفاهية إن الغنوصية بدأت في إفريقيا، وإنها بدأت بانعزال بعض الأشخاص في كهوف وبقوا يفكرون بعقولهم لكي يفهموا هذه الحياة. عندما الإنسان وعى إنه موجود وقع لبعض منهم اكتئاب وحاولوا باش يفهموا علاش هما موجودين. إذن انعزلوا في الكهوف مدة طويلة ثم نقلوا المعرفة متاعهم للأشخاص الآخرين، ومن هنا بدأت عملية ما يسمى نقل المعرفة شفاهيا.
وفي كل فترة هناك أشخاص ينعزلون في الكهوف لكي يطورون هذا الفكر. وإلى وقتنا هذا نجد من يريد أن يحصل على ما يسمى الأمان والخلاص يجب عليه الانعزال. ونشوف أن كل الأنبياء مهما كانوا أو من جاءوا بأديان يستعملون هذه الطريقة في العزلة في الكهوف، معناتها عملا بالغنوصيين الأولين اللي انعزلوا في الكهوف للتفكير. وهكذا وضعوا القواعد الأساسية للفكر الغنوصي أو المعرفة الإنسانية، الذي هو في الحقيقة خلاصة وجود الإنسان على الأرض. لا أريد كما وعدتكم أن أتكلم عن الفكر الغنوصي ولا عن تفاصيله وقواعده، ولكن أقول إن ظهور الفكر الغنوصي كان نتيجة تطور إنساني واعي دام مئات الآلاف من السنين، الذي أدى في الأخير قبل قرابة 150 ألف سنة إلى 200 ألف سنة إلى ظهور الفكر الغنوصي الذي وصل إلينا الآن، والذي هو لب كل المعتقدات بل المعارف الإنسانية. تقسم الغنوصية تطور الإنسان والمعرفة، حيث تعتبر إن تطور المعرفة هو الذي يؤدي إلى تطور الإنسان، وتطور الإنسان هو الذي يؤدي إلى تطور المعرفة. بالنسبة لهم ما يسمى المعرفة الذي هي الشيء غير مادي، والإنسان اللي هو مسألة مادية، هما عبارة على رجلين. يعني لازم واحد يقدم ومن بعد الآخر يقدم باش يتقدم الإنسان، ويكون فما مستوى من بين ما يسمى الوعي والمعرفة ومن بين التطور ما يسمى المادي. هذه مسألة جدا مهمة، لهذا الغنوصية تعتبر أن الإنسان مر بزوز مراحل جدا مهمة. المرحلة الأولى هي الذي يطلقون عليها الحيوان الإنساني، وهي مرحلة جدا قديمة في التاريخ قبل أن يصبح الإنسان يمشي على رجلين، يعني ينتصب، حيث بالنسبة لهم الإنسان في تلك المرحلة كان غير واعي أصلا، مثله مثل الحيوان، وهم يطلقون عليه كان في حالة العدم، أو يقولون لم يكن شيء. هوني الغنوصيين يتكلموا على مرحلة الإنسان لم يكن يعي إنه إنسان، ما كانش يستعمل أي أدوات، ما كانش يعرف حتى شيء، مثله مثل الحيوان. هذه الذي يطلق عليها الغنوصيين مرحلة العدم الإنساني. أما المرحلة الثانية هي الذين يطلقون عليها الإنسان الحيواني. الفرق الأولى الحيوان الإنساني، وهذه الإنسان الحيواني، وهو خروج الإنسان من العدم إلى الوجود، وهي مرحلة بدأت بظهور الوعي لدى الإنسان بصفة فردية. وبهذه المرحلة أصبح الإنسان يمشي على رجلين، أي أصبح منتصب، يعني عندما حصل له الوعي اللي هو إنسان واللي هو يختلف على الحيوان، طور لكي يصبح يمشي على رجلين. وهي يحدها العلماء من بين 7 مليون ل 10 مليون عام، ولكن فما اللي يقول لك اللي تصل من بين 14 حتى 20 مليون عام. هنا أصبح الإنسان واعي، يعني عنده درجة من الوعي، ليس مثل الوعي اليوم، ولكن درجة من الوعي تسمح له أن يميز بينه وبين الحيوان. هذه المرحلة جدا مهمة، وهي بدورها سوف تنقسم إلى عدة أقسام. إذن مرحلة الوعي الإنساني هي خروج الإنسان من العدم إلى الوجود، وهذه المرحلة يقسمها الغنوصيين إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي ما يسمى بالوعي الداخلي الفردي،
في هذه المرحلة الإنسان تعلم الأنين الداخلي الذي يعبر عن الحزن على الفرح والوعي الفردي الداخلي، وهذا يرمز إليه بالعزلة. أي في هذه المرحلة الأولى الإنسان حدد المكان، المكان الذي حوله أو المكان الذي هو فيه الذي يعتبر الجسد. إذن بالنسبة للغنوصية، المرحلة الأولى من الوعي الإنساني هي العزلة الداخلية، أو ما يسمى العودة إلى الداخل متاعه. لهذا الغنوصي أو كل الأديان تستعمل ما يسمى بالاعتكاف. أما المرحلة الثانية يطلقون عليها الحركة. هذه المرحلة هي الذي علمت الإنسان أن يهاجر وأن يتحرك وأن يرقص وأن يعمل الإشارات بيديه وبرجليه وكل هذه الأمور التي تخص الحركة في المكان، سواء الحركة في المكان الذي حوله أو الحركة في جسمه بحد ذاته، يتحكم في البدن متاعه. ومن هنا بدأ يستعمل ما يسمى باليدين، وبدأ يستعمل في صنع ما يسمى الأدوات، هي الحركة. أما المرحلة الثالثة وهي ما يسمى التعارف أو التخاطب بإطلاق أصوات بدائية في الأول، هي التي أدت إلى ظهور الكلام. ومن هنا تم طبعا اكتشاف النار، وبدأت المجتمعات الإنسانية تتعرف على نفسها، وكل واحد استطاع أن يعبر ولو حتى بطريقة بدائية ما يحس وما يشعر. وهنا بدأ يتكون نوعا ما المعرفة الكلامية التي أدت إلى ظهور الغنوصية قبل 150 إلى 200 ألف سنة بنفس العملية. وهي كي تشوف الفكرة بحد ذاتها لظهور الإنسان هي نفسها الفكرة اللي تطلقها الغنوصية على ظهور الكون، كيف كان في حالة عدم ثم حصل له نوع من الوعي، ثم بدأت ما يسمى بظهور المكان، ثم بالحركة داخل المكان، ثم بظهور العالم. طبعا منحبش نزيد نفسر أكثر، ولكن احنا حبينا نوصلوا ان الفكر الغنوصي اللي ظهر قبل 150 ألف عام عند الإنسان العاقل هو نتيجة معتقدات إنسانية دامت مئات الآلاف من السنين، منها الخوف من الموت والتنبؤ بما سوف يحدث بعد الموت، وكل ذلك تم تحديده في الفكر الغنوصي، ومن هناك بدأ ينتشر في العالم وأصبح منتشر في كل بقاع الأرض مع انتشار الإنسان العاقل، وفي نفس الوقت أخذ معارف أخرى معه وجمعها، وحصل بداية الفكر الغنوصي الذي تطور بدوره إلى أن وصل إلى منطقة ما تسمى السند، الذي ظهر على أساس أن معتقدات الفيدية. وهنا حبيت ننبه نقطة معينة مهمة جدا، أن المعتقد الأول كان مرتبط بالمكان، لأن لم تكن هناك حركة، فكان الإنسان يعتقد أن مثلا الغابة أو الجبل أو النهر هو المقدس وهو الذي يحميه، أو ما يسمى بالرموز التوتام الذي يضعها للذين ماتوا على أساس إنها تحميهم. ولكن مع تحرك الإنسان هذه الأشياء المقدسة لا يستطيع أن يحملها معه، ومن هنا تكونت ما يسمى النظرة إلى السماء القريبة، وأصبح المعتقد أكثر مرتبط بما هو حولنا والذي هو موجود في كل مكان، مثل الرياح، مثل العواصف، مثل السحاب، مثل المطر، وكل هذه الأمور. ثم عندما تطور الإنسان أكثر أصبحت تلك الأشياء التي تعتبر مقدسة هي أبعد من ذلك، في الكواكب، في الشمس، في القمر، في النجوم. ثم تطورت أكثر وأكثر إلى أن وصلت
إلى ما وراء كل الكون الذي هو يعتبر العدم الكلي، والذي معناته يطلق عليه العقل الكلي أو الذات الكلية أو الشيء الكلي اللي جات منه كل الأشياء. طبعا أكتفي بهذا القدر يعني فيما يخص الغنوصية ولا أزيد، يعني نظن باش تتوضح لكم الفكرة. أما هذا الفكر هو اللي ظهر في منطقة السند وانتشر وأصبح هو المعتقدات الفيدية. أما بالنسبة للغنوصية الأم التي أنتجت المعتقدات الفيدية وأنتجت ما نسميها الغنوصية البنت، الغنوصية البنت واصلت على الطريق الشفاهي، بينما المعتقدات الفيدية أخذت كل هذه المعارف ثم كتبتها برموز في كتب الفيدا وفي ملحق الفيدا التي أصبحت هي الديانة الفيدية. إذن يمكن أن نقول إن المعتقدات الفيدية الأولى لا تختلف كليا على الغنوصية البنت، يعني نفس الشيء، لأن الأصل متاعهم هي الغنوصية الأم. ولكن عندما أنجبت الغنوصية الأم المعتقدات الفيدية والغنوصية البنت، هنا نلاحظ خلاف من بينهم. الخلاف كما قلت لكم إن الفيدية المعتقدات الفيدية الأولى قالت نكتب ولكن برموز، بينما الغنوصية البنت قالت لا نكتب ونواصل سبل المعرفة عن طريق الكلام. لماذا يستعملون الكلام؟ لكي يعرفون الشخص الذي سوف يقولون له هذه المعرفة معرفة شخصية، لأنهم يعتبرون أن هذه المعرفة لا يمكن أن يستوعبها أحد. ولكن ماذا وقع عندما الفيدية الأولى كتبت الكتب الفيدية وما يتبعها؟ إنها لا تستطيع أن تقول للناس إن الكون ظهر من عدم، لأن الناس ما همش باش يفهموا العدم، كما لا يستطيعون أن يقولون إن هناك أزلية، لأن احنا موجودين في عالم مادي. ولهذا المعتقدات الفيدية عندما كتبت عن ما يسمى بالرب. الرب هو يرمز للعدم. إذن عندما تقرأ الآن كتاب فيدي، لو تبدل كلمة الرب بالعدم سوف تفهم الكتاب الفيدي أكثر. طبعا هذه إحدى الكلمات، أما هناك عديد من الكلمات عندها معنى معين عند الفيدية، وعندما نطلع على الغنوصية نلقاو عندها المعنى متاعها الحقيقي. مثلا مسألة الشيطان تلقاه مثلا يتكلم لك على الشيطان أو إله الشر، بينما في المعتقدات الغنوصية يتكلم لك على الزمان، يعني يعتبر الشيطان هو الزمان، وهو في الحقيقة غير موجود أصلا. وهذه يعني مسألة جدا معقدة باش تفهم الفرق. مثلا مسألة اللي نلقاوها في الفيدية، مسألة الملائكة أو الآلهة أو أنصاف الآلهة التي تحكم الكواكب وتحكم الرياح، هم يعتبروها تلك هي القوانين التي تحكم هذه الأشياء. يعني المقصود بالملائكة هي القوانين، وعندما تعرف تلك القوانين تعرف تلك الملائكة. أما كما قلت لكم بالنسبة للرب المقصود به هو العدم. هذا هو الفرق. يعني عندما تقرأ الآن الكتب الفيدية يمكن تقول إنها معناتها تتبع دين معين، لأنها يعني تتكلم على الرب وتتكلم على إله الشر وإله الخير وغيرها من الأمور، بينما عندما تتلقى الغنوصية من الغنوصيين أنفسهم تلقى الأمر يختلف، رغم إن في البداية يكلموك بذلك المنطق، بمنطق الرب والملائكة والشيطان وغيرها. يعني هذه المصطلحات كلها هي مصطلحات وضعها الفيديين الأولين لكي تصل المعلومة إلى من يعرف الحقيقة أو إلى من
يريد أن يعرف الحقيقة، هذا الفرق. فلهذا نجد الكتب الفيدية الأولى مكتوبة على طريقة نقاشات من بين أشخاص عاديين ومن بين ما يسمى بالمعلم أو ما يسمى بالحكيم، اللي يعطيه كل واحد إجابة على قدر عقله، لأن لا يستطيع أن يتكلم في الكتب وفي الكتابة بكل صراحة، لأن سوف لا يفهمها أحد. هذه النقطة المهمة من بين الفيدية كمعتقد والتي تحولت إلى دين، ومن بين الغنوصية كفكر مازال متواصل إلى الآن، وهو يعتبر نوعا ما سري، ومن الصعب أن تعرف الإنسان الغنوصي. يمكن أن تجده معناتها مسيحي أو يهودي أو مسلم أو بوذي أو أي شيء، ولكن يتظاهر بدين معين أو بمعتقد معين، ولكن هو في الحقيقة غير ذلك، وإنما يحتفظ بهذا المعتقد لنفسه. ولكن أنا أظن أن البشرية في وقتنا الحاضر وصلت إلى درجة من الوعي يمكن لها أن تطلع على هذه المعارف كما هي. حتى الغنوصية بحد ذاتها تقول في أقوالها إن ما تبثه من علم ومعرفة عندما يتساوى مع المعرفة العلمية المادية سوف يصبح مسموح للعلم الغنوصي أن يظهر، لأنهم يعتبرون كل العلوم متاعهم هي يجب معناتها تطبيقها علميا وفعليا. هذاك علاش هما عندهم نظرة وعندهم فكر إن الإنسان وجد ليس صدفة، ما يمنوش بالصدفة، ولكن في نفس الوقت لا يؤمنون بوجود إله، لأنهم يعتبروا إن كل شيء، كل قطعة في هذا الكون هي عبارة على شيء قادم من العدم. صحيح إن الفكرة نوعا ما صعبة. هنا الفرق من بين الغنوصية وتتحكي مع واحد غنوصي ومن بين تحكي مع واحد فيدي، الفرق من بيناتهم هو مسألة التنظيم. مثلا عند الفيديين ينطلقون ما يسمى بالروح الكلية أو العقل الكلي أو الشيء الكلي أو الماتريكس، نجم نسميها الماتريكس، يعني يقول لك العدم أوجد شيء، وهذا الشيء هو الذي أوجد واحد آخر. وهنا ندخل في مرحلة السببية، يعني السببية الأولى ليس لها سبب، بينما كل الباقي له سبب، ومن هنا جاءت فكرة الإله. بينما عندما نعود للغنوصية الأصلية تقول لك كل شيء هو سبب نفسه، يعني ليس هناك هرمية، يعني أنا مدام أنا موجود يعني أنا أنطلق من العدم مباشرة. صحيح فما ترابط بيني وبين كل الموجودات الأخرى، ولكن أبقى أنا فرد قائم بذاتي. إذن لو نأخذ الفكر الغنوصي ينطلق من نقط لا نهاية في العالم العلوي تنزل إلى العالم السفلي مثل نزول قطرات المطر، هكذا هو. وهذه المسافة من بين السحاب ونزول القطرة، يعني هما كيفاش معناتها يفسروها بالطريقة هذه، يقول لك السحاب عبارة على عدم، يعني ليس هناك فيه قطرات ماء، ولكن توقع ظروف وعوامل وضغط أن هذاك السحاب يتحول إلى قطرة، وكل قطرة تنزل إلى الأرض. فالمسافة من بين السحاب والأرض هذيك مسيرة كل موجود من أجل الظهور على الأرض، وعندما يصل إلى الأرض يأخذ المسار متاعه اللي هو مسار الحياة. قطرة يمكن تطيح على بلار تقعد هابطة 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 وتموت، قطرة تطيح في البحر، قطرة تطيح في قلتة متاع ماء، بينما قطرة أخرى تطيح في شجرة وترويها وهكاكا، معنت هذيك هو مسار الحياة ثم تنتهي. هذا هو معنت الفكر الغنوصي كيف يمثل القدوم من العدم، هو مثل قطرات المطر. لأن لازمكم تعرفوا أن الغنوصية هي مرتبطة ارتباط كبير بالطبيعة، وتعتبر كل ما هو
موجود في الكون هو دليل على وجوده هو بحد ذاته. يعني يمكن أن نفهم من أي شيء، من أي معرفة نفهم الكون هذا، وهو واضح. ولكن معناتها ما يسمى الإنسان عقد الأمور عندما وجد فكرة ما يسمى بالرب أو ما يسمى بالنظام الهرمي، الذي على أساسه جعل شعوب أفضل من شعوب، وعلى أساسه جعل الملوك والحكام الذي يحكمون العالم. نظن هذه المقدمة وصلنا معناتها كيفاش إن المعتقدات الفيدية هي تتشابه في الفكر الغنوصي، إلا أن المعتقدات الفيدية مكتوبة برموز، ولكن من بعد وهنا معناتها نفهم علاش الغنوصية الأصلية رفضت الكتابة ولو حتى برموز، لأن الناس مسكوا ظاهر الكلام ولم يبحثوا في لب الكلام. يعني عندما الكتب الفيدية الأولى تكلمت على العقل الكلي وتكلمت على ما يسمى السبب الأول الذي ظهر من العدم، من بعد الأديان جات وتكلمت على ما يسمى الرب، وهنا تطورت والملائكة ولت أرباب ولا شيطان ولا الموت بعد جنة أو نار، رغم أن الغنوصية تتكلم تقول لك معناتها بعد الموت. فهمت؟ ليس هناك وعي، لأن الوعي ينتهي بانتهاء الإنسان، وهذا موضوع آخر على مسألة الموت. غير حبيت نقول أنا هوني أن المعتقدات الفيدية هي معتقدات مكتوبة برموز، ولكن البشرية عندما جاءت من بعدها أخذتها كما هي وفسرتها وبنت عليها كل الأديان اللي موجودة الآن وكل الإيديولوجيات اللي موجودة الآن. وللعلم أن حتى العلم الحديث استفاد كثيرا جدا من الكتب الفيدية، وهناك من فهم هذه الكتب على حقيقتها وعرف أن مثلا عندما يقولوا هما العقل الكلي يقصدون بالصفر الذي هو الفراغ داخل العدم، الذي هو المكان الذي نتجت عنه الحركة، وهذه الحركة هي التي تركتنا نتخيل ما يسمى بالزمان والظلام وغيرها، اللي هما أشياء في الحقيقة ما همش موجودة أصلا. هوني وصلنا للديانة الفيدية، وفي الفيديو القادم سوف نتكلم على كتب الديانة الفيدية وعن المعتقدات الأساسية للديانة الفيدية على حسب الكتابات متاعهم وعلى حسب الديانة الفيدية وما تعتقد في الظاهر. أما الباطن طبعا يبقى شيء آخر، لأن أكثر الفيديين الآن معناتها ما يعرفوش شنو باطن الفيدية إلا الغنوصيين منهم، كما أن بعض علماء الأديان الأخرى يعرفون حقيقة باطن الأديان متاعهم اللي هي الغنوصية. أما عامة الناس وعامة العلماء فهم يأخذون بالحرف. يعني عندما تمشي تسأل واحد عالم في الديانة الفيدية طبعا بشي جاوبك على حسب ما هو موجود في الكتاب، ولكن كان تطيح على واحد غنوصي منهم في أي دين مهما كان سوف يقول لك إن كل هذيك الكتابات الموجودة إلا لعامة الناس، وكما يقولون العلم للعامة وعلم للخاصة وعلم لخاصة الخاصة. إذن هنا في هذه الفيديو انتهينا من المعتقدات الفيدية الذي عرفتم إنها تشابه الغنوصية وإنها أختها التوأم، وفي الحلقة القادمة نحكي على الفيدية كما هي ونحكي كيف ظهرت الديانات الأولى بعد الفيدية، منها مع ظهور البراهما ومع ظهور الهندوسية ومن بعد ظهور الأديان الأخرى، إلى أن نصل إلى الزردشتية اللي هي تهمنا جدا هنا، وهي أصل الديانات السماوية. لأن قبل الزردشتية هناك ديانات ولكن ليس سماوية، تؤمن من تحت إلى فوق، بينما الديانة الزردشتية جاءت بفكرة جديدة وهي من فوق إلى تحت. وهذا هو الفرق اللي موجود من بين الديانات اللي قبل الزردشتية ومن بين الديانات اللي بعد الزردشتية، وهي ما يسمى ظهور الديانات السماوية، أو ما نطلق عليهم من بعد الديانات
الإبراهيمية مصيبة هذا العالم. أظن أن الفكرة واضحة لكم توا، وأعتذر على بعض التكرار، وذلك لأني لا أستعمل الكتابة وإنما أتكلم بطريقة عفوية أكثر شيء ممكن. ونتمنى لكم الكل نهاية سنة سعيدة وبداية سنة جديدة، حيث يمكن لكم أن تتعلموا، أن تتدبروا، وأن تتفكروا في الأفكار، وإنكم ما تقفوش في بلاصة واحدة. راهي الحركة والتفكير هي معناتها جعلت الإنسان يتطور. إذن ما تقولش هذه الفكرة هي الحقيقة المطلقة، ما فماش حقيقة مطلقة، وإنما حقيقة مطلقة لزمن معين، لوقت معين، والإنسان ديما لازم يطور أفكاره، ولازم ديما يتعلم حاجات جديدة. وأنا كي ننقل لكم هذه المعارف ليس لكي أقنعكم بها، وإنما باش نخليكم تفكروا أنتم وحدكم، وتخلقوا لأنفسكم دين وحدكم أو معتقد وحدكم يكون خاص بكم أنتم. كما نقول ديما، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. وشكرا على كل من شجعوني وكل من وزعوا الفيديوهات، رغم لنا التوزيع جدا جدا ضعيف مع الأسف، لا أدري لماذا، يمكن لأن الفيديوهات متاعي شوية صعيبة، ولكن أنا راني نحاول باش نسهل أكثر شيء ممكن باش تنجم توصل المعلومة لأي إنسان. وراهي هذه المعرفة كلها هي في الحقيقة سهلة، جدا سهلة، وتنجم تفكر فيها وحدك، ولكن مع الأسف كما قلت لكم صعبوها علينا ياسر، وهذاك علاش أنا نحاول باش نسهلها. شكرا للجميع، وشكرا لمن يشارك في التعليقات، وشكرا من يوزع الفيديوهات، وشكرا لكل إنسان شاف الفيديوهات وشجعها، ولا حتى انقدها، ولا حتى سبني، ولا حتى هددني، مش مشكل. المهم إنها المعلومة توصل، وإنك تفكر بمخك وتعرف اللي أنت في الدنيا هذية عندك مهمة لازمك تعملها. هذه النقطة المهمة. ونقول لكم هذه القصة الأخيرة اللي تقولها الغنوصية، إن شجرة التفاح اللي ما طلعش التفاح ما عندها ما تصلح، تتقص وتمشي حطب. إذن أنت كإنسان موجود في الدنيا هذه لازم تكون عندك شخصيتك الخاصة بك أنت اللي تميزك على كل بقية البشر. هذه الخصوصية اللي تخليك إنسان نافع، تدخل الدنيا هذه وتخرج منها وأنت مقدم حاجة للإنسانية وللكون وللوجود. مش تدخل الدنيا هذه وتخرج منها كما يقولوا بخف حني. كما أنصح الجميع أنهم يختنموا الفرص والظروف، وأنهم ميضيعوش وقتهم في الأحلام وفي الخرافات، وأنهم يحاولوا يتغلبوا على الزمان، وأنهم يعيشوا هذه الحياة أحسن ما يكون، يحاولوا أكثر شيء ممكن يحصلوا على الفرحة وعلى السعادة وعلى الإطمئنان، ويختنموا كل شيء وما يخموش، راهم ما يندموا في الأخير، كونش اللي ما جربوش، راهي التجربة هي أهم حاجة. حتى حاجة ساعات معناتها عبمباولك مخك إنها خايبة، حاول باش تجربها، حاول باش تشوفها، حاول باش تعرفها، ثم أحكم وحدك ويكون عندك قرارك أنت، ما يكونش عندك قالولك ولا خطر فلان قال لك لا خايبة ولا مش باهية. لا، أنت جرب وأنت شوف وأنت أبحث، حتى ولو ما تجربهاش فعليا أبحث فيها علميا وأعرف شنية هي بالضبط. هذه هي النقطة اللي حبيت نقولها لكل اللي يسمعوا فيا آخر هذا العام. حاولوا العام الجاي تكونوا أكثر واقعيين وأكثر عمليين وأكثر تستفيدوا وتتمتعوا بهذه الحياة. راك موجود في هذه الحياة من أجل أن تعيش، ليس من أجل أن تموت. إذن ثقافة القبر وثقافة الموت حكاية فارغة، ما تفكرش في الموت، فكر في الحياة الآن، هذه هي المهمة متاعك. كأنك مشيت
لمدينة باش تزورها وانت تفكر في مدينة اخرى، فكر في المدينة اللي انت فيها وتمتع بالمدينة اللي انت فيها وشوف شنو فما في المدينة هذه. هكذا هي الحياة، راهي هذه الدنيا مجعولة باش نعيشوها مش باش نموتوا، هذا هو الهدف. نظن هذه الفكرة واضحة، وهذا ما ننصح به كل واحد يسمع هذه الفيديو، فكر باش تعيش وباش تفرح ولو حتى الفرحة قليلة، ولكن أفضل من لا شيء. مهمكش تنجم تعيش فترات فرحة متقطعة، وهكذا هي الحياة. إذن لازمك ما تضيعش وقتك في الدنيا هذه، وما تبداش تحلم وما تبداش تتصور وتقول نحب نعمل ونحب نعمل ونحب نعمل، لا، أعمل ديراكت، أعمل اللي تحب عليه أنت، وما يهمك في حد شيء. كان طلعت خايبة أهوك عرفت أنها خايبة، كان طلعت باهية أهوك أنت تمتعت في حياتك. إذن نطلب معناتها من جميع من يسمع هذه الفيديو أنه يعبي حياته، ما يخليهاش فارغة، يعني يلقى ما يحكي للأطفال الصغار واللي بعده. لازم كل دقيقة تستغلها في السفر، في المعرفة، في العلم، في التعرف على الناس، في التعرف على أفكار جديدة. ما تحصرش روحك في منطقة ضيقة وتعيش حياتك كاملة وانت ما عندك حتى قيمة. باش ترضي فلان أو علان، ولا باش يكون بوك راضي عليك، ولا أمك راضي عليك، ولا عائلتك راضين عليك، ولا أولادك راضين عليك، مهمك في حتى حد. فكر في نفسك، كان كل واحد منا يفكر في نفسه في راحته رانا بخير. هذه هي النقطة المهمة اللي حبيت نقولها، وشكرا للجميع، ومعاه فيديو قادم العام المقبل، وبالسلامة.